وصل رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى محافظة الأقصر لبدء جولة تفقدية تشمل عدة مشروعات في قطاعات تعليمية وصحية وخدمية وسياحية. أكد رئيس الوزراء أن هذه الجولة في محافظة الأقصر في صعيد مصر تأتي في إطار تحرك الحكومة الميداني واسع النطاق، والذي يستهدف متابعة سير العمل بالمشروعات الجارية والمنفذة بمختلف القطاعات التي تسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتا إلى أن جولته بالأقصر ستتضمن زيارة منشآت تعليمية وصحية من منطلق اهتمام الدولة الأصيل بهذين القطاعين، نظرا لارتباطهما الوثيق بتحقيق أهداف التنمية البشرية وبناء الإنسان، باعتبار المواطن هو حجر الأساس لأي نمو اقتصادي وبناء مجتمعي ونهضة تنموية شاملة.